باعت لك رسالة، هنشوف هيقول لك فيها ايه وترد عليه فيها ايه. طبعا تحياتي للكابتن مصطفى عبده والكابتن اسامه حسني اللي هو قناه النادي الاهلي. يمكن طبعا متعودين على اسامه على طول ان هو بيبقى مقدم البرنامج، لكن النهارده بنشوفه ضيف قناه النادي الاهلي، هي طبعا قناته وبيته. طبعا طبعا كان شرف كبير ليا ان انا متواجد في جيل اللي فيه اسامه حسني، جيل محترم، جيل كبير، جيل عظيم. طبعا قدرنا نحقق خلاله بطولات كبيره جدا، لكن الاهم من ده كله ان الروح والحب اللي كان موجود بين اللعيبه وبين بعض كانت اكتر حاجه مميزه في الجيل ده. طبعا واحد سعيد جدا جدا بوجوده. اسامه كمان على المستوى الشخصي من الناس المحترمه جدا جدا جدا، يعني داخل الملعب وخارج الملعب، ودي بتبقى قليله في لعيبه كتير قوي، لكن اسامه كان مميز بيها جدا جدا. الخلق العالي، غير طبعا الامور الفنيه اللي داخل الملعب كان مميز جدا. اسامه كمان من الفراوده اللي كانت تقدر تجيب لك جون في اي وقت. وانا سعيد كمان ان انا من اكتر اللعيبه اللي يمكن عملت لها اهداف في مسيرتي هو اسامه حسني. طبعا ما اقدرش انسى كمان ورا جمهور النادي الاهلي المباراه الشهيره في نهائي كاس مصر، يمكن اسامه كمان كان موافق جدا انه يقدر يحرز الهدفين الثالث والرابع وقدرنا نحقق البطوله. طبعا اسامه من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا جدا داخل البوكس او داخل ال 18، كان بيعرف يجيب جون بسهوله. سعيد جدا وسعيد كمان بعلاقتي الشخصيه اللي مع اسامه، يمكن على تواصل دايما معاه، وهو كمان من الناس الموفقه جدا اعلاميا ويقدم برنامج محترم جدا. انا شايف ان البرنامج اللي هو بيقدمه برنامج الاشبال داخل قناه النادي الاهلي برنامج مميز جدا، لانه قليل جدا مش موجود كتير البرامج دي اللي بتقدر تحط الضوء على اللعيبه الناشئين، وبالعكس بنقدر بعد كده بنقدر من خلال البرامج دي ان احنا نقدر نشوف اللعيبه ونعرف اسمائهم ونعرف اشكالهم، عشان كمان لما بيكبروا يبقى عارفين عنهم وعن مسيرتهم، بيقدر يقدم الصوره بشكل مميز جدا. فبتمنى لك التوفيق يا اسامه، وانت وحشني كتير جدا، وان شاء الله نشوفك على خير قريب ودايما موفق باذن الله. بعد ما شفت احمد صديق، كل ما بتشوفه بتتذكر الاوفر اللي عمله لك وجبت منه الجول الرابع؟ اه طبعا احمد صديق طبعا بتمنى له التوفيق الفتره الجايه في يعني في مجال التدريب، ماسك فرقه ايه؟ مساعد، اشتغل فتره مساعد مع كابتن حسام بدري دلوقتي، وكان في فتره مع في مع كابتن حسام البدري، وكان اشتغل فتره برضه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. واحد من الشخصيات الجميله احمد صديق قوي. لا هو شخصيه جميله قوي، وانا كان صاحب طبعا الهدف، عمل لي الهدف الرابع بقى، هدف الفوز بالمباراه او بكاس مصر اللي انت واحنا بنتكلم انا وانت بتقول لي ابو تريكه هو اللي عمل الجول الثالث. هنشوف الجول، وزي ما انا قلت لك وهيطلع كلامي مظبوط، هيطلع عماد متعب هو اللي عمل لك الاوفر. عماد لا ابو تريكه ازاي؟ طيب ما هنشوفها دلوقتي. طيب هنشوفها بس